بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، ها هي قد بدأت مواسم البركات والنفحات والرحمات، ها هو رمضان قد اقترب، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يشرفنا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وقبل رمضان هناك أشهر عظيمة، هي أشهر ينبغي أن يستغلها المسلم ليتهيأ ويتدرب حتى يكون في مستوى رفيع، في مستوى رفيع حينما يحل علينا رمضان ضيفا مباركا. وهذا الشهر الذي نحن فيه الآن هو شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم، هذه الأشهر الحرم تربي المسلم ليكون من أصحاب هذا الدين القيم، وهي تربي الإنسان حتى لا يظلم نفسه. وهذه نتيجة من أحيا هذه الأشهر الحرم وفهم مغزاها وأسرارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو هذا الشهر.
معروفة بعدم الاقتتال أو فعل هذه الأعمال التي تقام في الحروب في هذا الشهر، فكان شهراً عظيماً في الجاهلية قبل الإسلام، وأثبت الإسلام هذه القضية وحرمة هذا الشهر، لأن الإسلام لا يدعو إلى سفك الدماء والظلم، وإنما يدعو إلى حقن الدماء والعدل. فكل ما كان في عصر الجاهلية موافقاً للعدل أكده الإسلام كما نراه في هذا الأمر. وقيل له رجب لأنه كان يرجب أي يعظم. وحتى نفهم هذه القضية أحبتي، وحتى نستوعب ما الواجب علينا تجاه هذا الشهر، وما معنى أنه شهر محرم، إن الله سبحانه وتعالى حرم أماكن وأزمنة، جعلها أماكن محرمة مثل بيت الله الحرام، وكذلك الأزمنة مثل هذه الأشهر. فيا ترى أيها المسلم، إذا كنت في جوار الكعبة المشرفة، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الكريم، لو كنت في جوار بيت الله الحرام، هل ستفكر في الذنوب والمعاصي؟ هل ستهول إلى اقتراف الموبقات؟ أم أن وجودك في هذا الحرم، في هذا المكان المحرم، يجعلك تنأى بنفسك عن الذنوب وتستشعر عظمة الله، وينبثق من قلبك تلك ذلك الخشوع والانكسار بين يدي الله؟ وكذلك في مسجد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن تشعر حينما يدخل رجب كأنك في بيت الله الحرام، أنت في زمن حرام، في زمن عظيم، في زمن مقدس. فلا ينبغي أن تكون الحياة كما كانت عليه في سائر الأيام. ولذلك كان على المسلم أن يعظم هذا الشهر، أي أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وأن يجتهد في عباداته وقرباته كما يفعل لو كان في بيت الله الحرام وبجوار الكعبة المشرفة. فهكذا حينما تعظم رجب تدخل في هذا الدين القيم، حينما لا تظلم نفسك. وإن كان أحبتي من أحكام الأشهر الحرم أنه لا يجوز الاقتتال، فلا يجوز أن يبادر المسلم بالقتال، بل ينبغي أن تكون هناك هدنة، فهذا يشمل كذلك الاقتتال بالقلوب، وذلك بالشحناء والبغضاء وسوء الظن والحسد وغير ذلك من سيء الأخلاق. لابد أن ننهي كل الحروب، حروب الغيبة والنميمة، حروب الحسد والبغضاء، بل لابد أن نتحابب، وأن نصل الأرحام، وأن نؤلف بين القلوب. إنه شهر رجب، فمن قطع رحمه في رجب لم يعظم هذا الشهر، ومن عاد أخاه في رجب فلم يفهم معنى الشهر الحرام. الشهر الحرام لا يجوز فيه البغضاء ولا الشحناء، وهذا لا يعني أن البغضاء والشحناء والنميمة والقطيعة جائزة في سائر الأيام، لكنها في الأشهر الحرم أعظم. ف
فالذنب أعظم والأجر أعظم، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال في كلهن، أي لا يجوز الظلم في كلهن في كل الأشهر، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. فالذنب في رجب ليس كالذنب في غير رجب، والطاعة في رجب ليست كالطاعة في غير رجب، فمن أذنب في رجب لن يستطعم الثمرة في رمضان. من لم يترك الذنوب والمعاصي في رجب ويعظم شعائر الله وهذا الشهر الحرام، فإن الله سوف يخذله ويتركه في رمضان، حيث يكون أحوج ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. فاللهم كن لنا ولا تكن علينا. ولذلك قال العلماء: رجب وقت الزرع، وشعبان وقت سقي الزرع، ورمضان وقت جني الثمار. لابد أن تزرع الزرع الحبوب الإيمانية في أرض قلبك في رجب، بأن تتهيأ، بأن تبدأ. وهذا الأمر أحبتي ينبغي أن نربي عليه أبناءنا كذلك. كثير من الناس لا يلقي لرجب أي اهتمام في عائلته وأسرته، بل يعيش رجب كما عاش سائر الأيام، وهذا من الخطأ. بل لابد أن نربي أطفالنا على أن رجب شهر عظيم. كيف ذلك؟ بأن يتفكروا أو يفكروا في أمور تتعلق برمضان. مثال ذلك: ما هي الهدية التي تريدها في العيد؟ اجعله يفكر في رجب في هديته للعيد، أو ما هو اللباس الذي تريد أن ترتديه يوم العيد؟ من هم أصدقاؤك الذين تريد أن تدعوهم إلى الإفطار في رمضان، أو أن يقوم بتصميم بعض الأمور كالأثاث لرمضان حتى يهيئ نفسه لرمضان؟ ينبغي أن نبدأ من الآن. وهكذا شأنك أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، لا بد من بدء التخلية. رجب أحبتي ليست فيه أعمال خاصة خلافا لشعبان، ففي شعبان يسن الإكثار من الصيام، وهذا ليس من السنة في رجب. وفي شعبان ينبغي أن تزيد من زادك الإيماني، ولكن في رجب نبدأ بالتخلية. ما معنى التخلية؟ أي أن تزيل كل الأمور التي تكون عائقا بينك وبين ربك. ما هي أحوال الصلوات الخمس؟ اهتم بالفرائض في رجب، ابدأ بترميم الفرائض والسنن الرواتب. صم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من رجب، لا تزيد. ليست هناك سنة خاصة برجب، ولكن لا بد من أن يكون الأساس متينا. الصلوات في أوقاتها، بأن تقوم بالأذكار دبر الصلوات، لا تترك هذه الأذكار. ما شأن وردك اليومي من القرآن؟ ابدأ بحزب أو جزء كل يوم. لا بد أن تتهيأ من الآن حتى ما إذا دخل رمضان، اللهم بلغنا رمضان، تجد نفسك مهيئا لكي تقرأ أجزاء كثيرة وتقيم الليل وتتصدق كثيرا. ولكن لا بد من البداية في هذا الشهر العظيم. وهذه السنة أحبتي يدخل علينا رجب مع انتشار الخوف من الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
وكأن الموت كان بعيدا سائر السنوات واقترب اليوم بإنفلونزا كورونا. وهذا طبعا لن يقدم ولن يؤخر الأجل، لكن تعلم الآن ما معنى الدعاء اللهم بلغنا رمضان. كم من مرة قلت هذا الذكر اللهم بلغنا رمضان وأنت في قرارة نفسك تقول طبعا سيبلغني رمضان، طبعا سأعيش إلى رمضان، لكن منذ كورونا لا يأمن الواحد منا على حياته. اليوم فإن هناك شيء اسمه ملك الموت، وإن كان في السنوات الماضية كان موجودا لكن اقترب الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم عافنا ولا تبتلينا. رجب في هذه السنة يلقنك درسا، عشت إلى رجب لكن لا يعني هذا أنك ستعيش إلى رمضان. ربما تمرض فلا تستطيع أن تقوم رمضان، ربما تمرض فلا تستطيع أن تصوم رمضان، ربما تمرض فتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لكن الحقيقة أحبتي كل هذا ممكن بدون كورونا. يمكن أن تموت بحادث، يمكن أن تموت بصداع، يمكن أن تموت بدون سبب، فالموت لا يحتاج إلى السبب. ولكن ربما فهمنا الآن لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الله 6 أشهر قبل دخول رمضان اللهم بلغنا رمضان، لأنهم كانوا على يقين أن الموت ممكن في كل لحظة. كان الواحد منهم إذا أصبح لا يأمن أن يعيش إلى المساء، وإذا أمسى لا يأمن أنه سيصبح في الغد. ولكن حينما نسينا الموت صارت الحياة عادية. فهذه من العبر العظيمة، أنه لا قوة على وجه الأرض ولا علماء ولا أطباء يستطيعون أن يدفعوا قدر الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا النطق بالشهادتين قبل الممات، وعافنا وعاف المسلمين يا أرحم الراحمين. فرجب جاء بنكهة خاصة، رجب جاء ونحن على يقين أنه ربما أنت القادم الذي يصاب بهذا المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأبعد عنا المرض يا أرحم الراحمين. فهذه قضية في غاية الأهمية. وبصدد هذا الموضوع أحبتي كورونا، نسأل الله أن يجيرنا من كل الأمراض والأسقام. ينبغي أن نتأدب بآداب شرعية. أولاً الله هو الذي يحيي ويميت، لا كورونا ولا غير كورونا، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على عدم الذهاب إلى المسجد إذا أكلت الثوم أو البصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيت. هذا عند ماذا؟ إذا أكلت ثوم بصل، هذا ليس مضرا لكنه يغذي. فمن باب أولى من عنده مرض زكام فلا ينبغي أن يأتي إلى المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا يأتي مريض عند الصحيح، لا سيما أحبتي في هذا الوقت. صحيح ربما هو زكام عادي لكن الحذر واجب، فإذا كنت مريضا إلزم بيتك. هذا لا يعني أننا لا نصلي الجمعة والجماعات ما دام الشركات تشتغل والمدارس تشتغل والحفلات تشتغل، فلما لا نحيي بيوت الله عز وجل. لكن لو كنت مريضا فارحم نفسك وارحم غيرك بأن تبقى في البيت حتى لا تؤذي
المسلمين، وكذلك لا بد من أن نلتزم بالآداب الشرعية من غسل اليدين وعدم حينما يكون عندك السعال الكحة كما يقال أن تضع يدك أمام فمك إلى غير ذلك من الآداب التي كانت ولا زالت آدابا شرعية. ما هي الواجبات أحبتي في رجب؟ كما ذكرت الصلوات الخمس والأذكار بعد الصلوات، قراءة القرآن كل يوم حزبا أو جزءا، كذلك الأذكار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والباقيات الصالحات، وكثرة الاستغفار. هذه بعض الأشياء التي ينبغي أن نتدرب عليها الآن، حتى إذا دخل شعبان انتقلنا إلى المرتبة الثانية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا من صيام رمضان ومن قيامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister im Islam, wir befinden uns nun im Monat Rajab. Das ist einer der heiligen Monate im Islam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er 12 Monate bestimmt hat. Davon sind 4 heilig. Und zwar sind das Dhul-Qi'da und Dhul-Hijja und Muharram. Also der Monat, in dem man die Pilgerfahrt macht, der Monat vorher und der Monat nachher. Das sind 3 Monate und der Monat Rajab. Was bedeutet nun, dass es ein heiliger Monat ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so seid in ihnen, also in diesem heiligen Monat, nicht ungerecht euch gegenüber. Und die Ungerechtigkeit ist ein Begriff, der vieles umfasst. Ungerechtigkeit gegen den eigenen Menschen oder auch gegen andere Menschen. Ungerechtigkeit durch die Begehung von Sünden oder Ungerechtigkeit durch das Schaden anderer. Und das soll unterlassen werden in den heiligen Monaten, aber auch natürlich das ganze Jahr. Aber Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Sünde ist im heiligen Monat schlimmer als im nicht heiligen Monat, in den anderen Monaten. Das heißt, du wirst noch mehr dafür zur Rechenschaft gezogen. Die Strafe ist umso größer für die Sünde, die in einem heiligen Monat begangen wird. Was bedeutet das nun, dass man versteht, dieser Monat ist heilig oder geschützt? Allah Azza wa Jalla hat nicht nur Zeiten geschützt und heilig gemacht, sondern auch Orte. Und dazu gehört zum Beispiel die Kaaba und die Moschee um dieser Kaaba herum. Und damit du nun verstehst, was bedeutet es, dass Rajab heilig ist, was für ein Gefühl soll ich haben im Rajab, schau dir an, welches Gefühl du hast, wenn du neben der Kaaba stehst. Wie empfindest du? Oder was empfindest du, wenn du neben der Kaaba stehst? Ist das so, als ob du hier stehst, auf der Straße? Oder ist es etwas anderes, etwas Besonderes? Neben der Kaaba, denkst du da an die Sünde? Hast du Lust und Neigung, dich an Allah zu widersetzen? Auf keinen Fall. Und genau dieses Gefühl musst du im Rajab haben. Als ob du neben der Kaaba bist, weil die Kaaba ist heilig und Rajab ist heilig. Nun, hier ist eine Frage, liebe Geschwister. Die 3 Monate sind hintereinander. Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Muharram. Warum ist aber Rajab nicht angehängt an diesen 3, sondern kommt vor Sha'ban, welcher wiederum vor Ramadan ist? Weil Rajab eine Vorbereitungsphase ist, eine Aufwärmphase ist, vor Sha'ban und vor Ramadan. Dabei muss man verstehen, liebe Geschwister, im Rajab gibt es keine besonderen Gottesdienste, im Gegensatz zum Beispiel zu Sha'ban, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fast komplett gefastet hat. Aber das ist keine Sunna im Rajab.
sondern was sollen wir im Rajab tun? Wir sollen die Pflichten restaurieren und reparieren. Wie sieht es aus mit deinen 5 Pflichtgebeten? Und wie sieht es aus mit den Sunna-Gebeten, den 12 Raka'a, vor bzw. nach den Pflichtgebeten? Wie sieht es aus mit dem Dhikr nach jedem Pflichtgebet? Stehst du auf und gehst? Das musst du reparieren. Bevor du jetzt umso mehr tust, verbessere erst einmal die Säulen, die Basis. Darum geht es in Rajab. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu nicht mehr aufgefordert im Rajab als in anderen Monaten. Weil es geht jetzt nicht darum, dass du sofort in den 6. Gang gehst, sondern geh in den 1. Gang, raus aus dem Leerlauf. Du sollst jetzt den ersten Schritt machen hin zu Ramadan, damit du dann im Scha'ban in den nächsten Gang gehst, um im Ramadan Vollgas zu geben. Aber wenn du jetzt schläfst und im Scha'ban schläfst und erst aufwachst, wenn man dir sagt, morgen ist Ramadan, dann hast du so oft Pflichtgebete vernachlässigt, du hast sehr selten Koran gelesen, bis du bereit bist, ist Ramadan schon längst vorbei. Also musst du jetzt schon anfangen. Liest du täglich Koran? Ich kann kein Koran lesen. Wie viele Jahre noch willst du Jahr für Jahr hören? Fang an mit den arabischen Buchstaben. Fang an. Es sind 28 Buchstaben. Du hast 2 Monate Zeit bis zum Ramadan. Da kannst du das lernen. Wenn man dir sagen würde, du sollst Latein lernen, was kein Mensch mehr spricht auf dieser Welt, und du bekommst Geld dafür, für jeden lateinischen Buchstaben 10 Euro, dann würdest du innerhalb von einer Woche Professor für Latein werden. Aber beim Koran hat man diese Motivation nicht. Und das ist ein Problem, liebe Geschwister. Dieses Jahr, liebe Geschwister, kommt aber Rajab mit einem Beigeschmack. Und zwar jeder merkt, dass er sterben kann. Warum auf einmal? Gab es vorher Melakul Maut nicht? Doch, aber es gab kein Coronavirus. Ab Coronavirus weiß jeder Mensch, es gibt etwas, das nennt sich der Tod. Es gibt etwas, das bedeutet, der Tod ist nah. Möge Allah uns bewahren vor diesem Virus und möge er uns davor beschützen und die Geschwister heilen. Aber was ist passiert? Warum auf einmal merkst du, dass es Melakul Maut gibt? Weil es so nah ist. Weil du hörst und siehst, die Sahaba, die wussten schon immer, dass der Tod nahe ist. Und deswegen haben sie schon 6 Monate vor Ramadan gesagt, ja, bitte lass mich Ramadan erleben. Warum? Weil er ganz genau weiß, in diesen 6 Monaten gibt es zahlreiche Tage und Momente und Sekunden, in der die Seele aus deinem Körper herausgehen kann. Aber jetzt wissen wir es auch. Seit Corona wissen wir, wir können vielleicht Ramadan nicht erreichen. Oh Allah, bitte lass uns Ramadan erreichen. Lass uns Ramadan gesund erreichen, sodass wir fasten und beten können, sodass wir den Koran lesen können. Es ist nicht mehr so plausibel. Es ist nicht mehr so plausibel. Jetzt weißt du, was es bedeutet, aber anzuflehen, dass du Ramadan erreichst. Und deswegen beginne jetzt. Denn wenn du jetzt beginnst und es ernst meinst, dann bekommst du den Lohn, selbst wenn du nicht Ramadan fasten solltest, weil du vielleicht gestorben bist oder weil du erkrankt bist. Möge Allah uns ein gutes Ende geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, ihn richtig anzubeten. Daher, liebe Geschwister, müssen wir diesen Monat nutzen, um näher zu kommen zu Allah, indem wir unsere Gebete verbessern, Koran täglich lesen, die Adkar aufsagen, trainiere jetzt, du wirst ein Tag es machen, 2 Tage vergessen, dann 3 Tage doch machen und so weiter. Deswegen fang jetzt an, weil jetzt kannst du dir Fehler leisten, nicht im Sinne von Sünden, sondern etwas Nachlässigkeit im Dhikr oder Koran lesen. Im Scha'ban geht es in die nächste Liga, um im Ramadan dann umso stärker zu sein. Ein weiterer Aspekt, liebe Geschwister, wegen dem Coronavirus. Natürlich, das Leben liegt in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Aber wir müssen uns auch vorsorgen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, dann soll er unsere Moschee nicht betreten, sondern daheim bleiben. Knoblauch und Zwiebeln sind nicht ungesund, aber es stört etwas. Dann ist es umso eher,
wenn jemand erkrankt ist und hustet und niest, dass er nicht in die Moschee geht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Erkrankte sollen nicht zu Gesunden gehen. Und das bedeutet insbesondere bei dem Coronavirus, wenn du erkältet bist, es muss nicht gleich Corona sein, du brauchst nicht in Panik zu geraten, aber bleibe dabei. Es ist für dich erlaubt, sogar eine Pflicht für dich, dass du eben deine Mitmenschen, deine Brüder nicht ansteckst. Ja, soll das heißen, wir beten keine Jumu'ah mehr? Nein, sondern das soll heißen, solange die Veranstaltungen hier in Deutschland weitergehen, die Schule läuft weiter, die Arbeit läuft weiter, da läuft auch Jumu'ah weiter. Aber wenn du krank bist, dann bleibe lieber daheim, erhole dich und komme zur Genesung und du wirst trotzdem den Lohn bekommen, als ob du in der Moschee warst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle beschützen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, den Ramadan in voller Gesundheit und mit vollem Glauben zu erleben, zu fasten und die Nächte zu beleben. Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur man nasar al-Din. Wakhdul man khadar al-Din. Allahumma afina fi abdalina. وفي ديننا وفي أموالنا وفي أهلنا وذرياتنا اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.